هلا شباب، من كم يوم رفيجي سألني سؤال وايد حلو على واتساب. السؤال هو لو بتفتح لك أركيد ولكن بس تقدر تخلي فيه 10 ألعاب في هالأركيد، شنو هي هاي الألعاب اللي بتخليها في الأركيد مالك؟ قلت له خوش سؤال، بسوي فيديو أرد عليك. فالحين خلوني أقول لكم شنو هي العشر ألعاب اللي بخليها في الأركيد مالي لو فتحت لي أركيد. في المركز العاشر Ghost and Goblins، اللي على وقتها كانت من أصعب ألعاب الأركيد ويمكن لليوم صعبة حق الناس اللي ما جربوا اللعبة، وإذا ما لعبتها اللعبة ما تعرف شنو معنات لعبة صعبة. وهاي تكتيك وايد حلو إن أخلي اللعبة صعبة نفس Ghost and Goblins في الأركيد مالي، لأن هاي معنات إن اللاعبين بيصرفون فلوس أكثر عليها علشان يخلصونها. في المركز التاسع لعبة باكمان الأصلية، اللعبة اللي بدت هبة الأركيدات في العالم كله. اللعبة صدرت في 1980 ولليوم تعتبر من أهم وأكبر ألعاب الأركيد اللي صدرت على الإطلاق. في المركز الثامن Marvel vs. Capcom. وليش Marvel vs. Capcom؟ لأنه بيكون عندك تشكيلة من أحسن شخصيات Street Fighter و Capcom ضد أحسن شخصيات من Marvel. في المركز السابع The Simpsons Arcade Game، من أحلى ألعاب البيتم أب من كونامي وأول لعبة حق مسلسل The Simpsons اللي هو من مسلسلاتي المفضلة. في المركز السادس Crazy Taxi، يحتاج أقول أكثر؟ في المركز الخامس Cadillacs and Dinosaurs، من أقوى ألعاب البيتم أب في التسعينات، وفي هاي اللعبة كنت تقدر تلعب مع ثلاث لاعبين في نفس الوقت. رابعا سلاحف النينجا Ninja Turtles، أي لعبة من اللعبتين الأولين اللي نزلوا على الأركيد حق سلاحف النينجا بيكونون إضافة ممتازة للأركيد مالي، اللعبة الأصلية أو Turtles in Time، ولكن أنا شخصيا أفضل شوي Turtles in Time أكثر، لأنه إذا تعرفوني تعرفون أنه أحب Time Traveling وايد. ياد ليش ما قاعد تخلي لنا ألعاب فايتنج في الأركيد مالك؟ أوكي هدو. ثالثا Mortal Kombat، أي لعبة من ألعاب Mortal Kombat الثلاث الأوليين Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate بيكونون إضافة ممتازة للأركيد مالي، ولكن أنا شخصيا أحب الجزء الثاني أكثر من بين كل الأجزاء، ولكن حق أركيد أبي يكون في تنوع حق اللاعبين مالي، فيمكن أختار Ultimate Mortal Kombat 3 عشان تكون في الأركيد مالي، عشان الناس اللي بيون يلعبون بيكون عندهم خيارات عديدة للاعبين اللي يقدرون يختارونها في اللعبة. في المركز الثاني WrestleFest، من ألعاب المفضلة في الأركيد واللي دائما أنصح أي شخص يلعبها ويجربها إذا يحصل الفرصة، فضروري أخلي هاي اللعبة في الأركيد مالي. وعلى فكرة الحين في 2021 بعد مرور 30 سنة من إصدار لعبة راسل فاست، أصدروا الجزء الثاني الرسمي للعبة اللي هو لعبة رترومانيا اللي بلعبها وأتكلم عنها في فيديو ثاني. في المركز الأول إذا كنتم من متابعين القناة يمكن عرفتوا أوريدي خمنتوا اللعبة اللي بخليها في المركز الأول، اللعبة هي X-Men. هاي اللعبة الأسطورية من كونامي اللي أنا أعتبرها أحسن لعبة من كونامي، وحب اللعبة مو بس لأنها مبنية على أحلى شخصيات عندي من عالم الكوميكس، وفي الأركيد مالي أبي يكون عندي النسخة اللي بست لاعبين، لأن هاي اللعبة كان في لها نسخة لاعبين، أربع لاعبين وست لاعبين. وبسوي شيء إضافي بميز الأركيد مالي عن كل الأركيدات في العالم، وهو أني بضبط وبسوي ترتيبات خاصة حق مستخدمين بطاقة PSB أركيد، وبسوي لهم VIP لاونج بعد، بضبطهم نفس ما بنك البحرين الإسلامي مضبط اللاعبين مع بطاقة PSB أركيد. نفس أول ما تطلع لك البطاقة بيعطونك اشتراك PSN شهر مجانا، وبتدخل سحب كل الجوائز اللي فيه لها علاقة بالفيديو جيمز، والجائزة الكبرى هي PlayStation 5، وكل ما بتستخدم هالبطاقة أكثر بتحصل نقاط، ومع هالنقاط تقدر تستبدلها حق جوائز أخرى بعد كلها لها علاقة بالفيديو جيمز. Game over. وهاي كانت العشر ألعاب اللي لازم تكون موجودة في الأركيد مالي إذا فتحت لي أركيد. كتبوا لي في الكومنت شنو الألعاب اللي أنتوا بتخلونها في الأركيد مالكم إذا فتحتوا لكم أركيد. شكرا، مع السلامة.